السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، أنا شيكو. النهاردة إن شاء الله هقول لكم إزاي تطولوا شعركم في فترة قليلة جدا باستخدام زيت واحد بس، هو زيت الكتان. بالنسبة يا بنات لزيت الكتان، الاستخدام المنتظم ليه بيعمل على توازن الزيوت الموجودة في فروة الرأس الطبيعي، وكمان بيقوي بصيلات الشعر وبيمنع التساقط، كمان بيمنع القشرة، كمان بيمنع التقصف، بيعالج جفاف الشعر، لان زيت الكتان غني بالاوميجا 3 وكمان الاوميجا 6. بالنسبة لإطالة الشعر هتستخدميه ازاي؟ هقولك وصفة من اقوى الوصفات، وكمان يا بنات اسرعها على الاطلاق عفوا في اطالة الشعر. الوصفة دي يا بنات هي عصير بصلة متوسطة مع معلقة كبيرة من عسل النحل مع معلقة من زيت الكتان. الوصفة دي يا بنات حلوة جدا جدا لإطالة الشعر في وقت قليل. ممكن كمان تستخدميه زي ما هو كده من غير اي اضافات خالص، مجرد ان انت تحطي منه على الاطراف المتقصفة للشعر وتغسليه بعدها بساعة. بس يفضل ان الزيت ده يكون دافي. بالنسبة بقى لأكل زيت الكتان، على فكرة هو زيت بيتحط على الأكل عادي طبعا جدا، لو حطيتي منه معلقة واحدة بس على السلطة أو الجبنة أو أي حاجة انتي بتاكليها، بيدي صحة رهيبة جدا للشعر وبيقويه وكمان بيطوله. اهم حاجة عايزة اقولها لك بالنسبة لزيت الكتان، لازم تشتريه من مصدر او مكان موثوق منه كويس قوي علشان يجيب نتيجة معاكي. يا رب يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات القيمة دي ومن الزيت اللي فعلا رهيب في اطالة الشعر في وقت قليل. بجد لو استفدتوا من الفيديو انا محتاجة لايك وكمان كومنت، واعملوا شير للفيديو علشان يوصل لبنات كتير ويشوفوا الاستفادة بتاعت الزيت بتاعنا. شكرا ليكم جدا يا بنات، سعدت اني كنت معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.